سلطانة، أعطي خبر لمولانا أني بدي أشوفه، بدي يشرح لي كيف طلع فتوى بقتل ابنه وكيف قلبه طاوعه على هالشي. مو هلأ يا سلطانة، بعد من وشي. مولانا ماله هون. سلطانتي، بتمنى تسامحيني. مولاي، حسب أوامركم بعتنا على قونيا 5000 جندي انكشاري و3000 فارس، اترأستن أنا وانضمينا فورا لقوات الأمير سليم الجاهزة لصد الهجوم. وبعد ما وصلنا صار تعداد الجيشين متساوي تقريبا. سمو الأمير، مولانا السلطان رح يوقف معك وأمر بإن يكون قائد جيشك. بإذن الله النصر رح يكون حليفنا. شفته؟ صف معه، وهذا بيأكد انه مولاي السلطان تخلى عني وبشكل علني. البشوات قربوا يوصلوا يا سمو الامير، ولما يوصلوا رح نكون اكثر منهم بكثير. مع انه الجيشين متساويين بالعدد، بس كان واضح انه الروح المعنويه عن جيش الامير بيزيد اعلى بكثير. بس بعد ما وصلوا البشوات والاسياد على ساحه القتال تغيرت المعادله وانقلبت الموازين والكفه مالت، لانه كانوا 20,000 يا مولاتي. شو معنات هالحكي؟ أنا ما بعرف يا سمو الأمير. نحن تعرضنا لخيانة واضحة، تحالفوا مع الأمير سليم ضدنا. شو هالحكي يا فهد؟ وعدونا يحاربوا معنا وأنت بلسانك قلت هيك؟ أكيد إجاهم تحذير من العاصمة، بيكونوا خافوا على حياتهم. لا مستحيل، لو انبعت لهم تحذير كان رستم منع وصوله. أكيد في شي صاير. سمو الأمير، حكيت كتير وما صدقتني. رستم باشا خاين.
لما وصلوا البشوات والأسياد على المعركة صار تعداد جيوش سمو الأمير سليم 50,000 مقاتل، وجيش الأمير بيزيد صار حوالي 30,000 وأكثر بشوية سلطانة. ومولانا كان مقرر إنه نروح نحكي مع الأمير بيزيد ونعطيه فرصة أخيرة قبل المعركة. سمو الأمير بيازيد، مولانا السلطان سليمان أصدر بحق سموكم فرمان، وأنا رح أقرأ لكم إياه. ما في داعي يا سوكولو، قول شو قرر مولانا وبس. قرر تسلم حالك فورا وترجع معي على العاصمة من دون أي شروط مسبقة، وإذا ما نفذت الأمر مولانا ما رح يكون مسؤول أبداً عن الدم اللي ممكن يسيل بهالمعركة. وإذا اعترضت وما امتثلت لهالفرمان بيكون قتلك واجب حسب الفتوى الصادرة بحقك. اسمعني يا باشا، بهالميدان رح يسيل دم كتير، بس مو دمي، دم أميرك الجبان وكل الخوان الكلاب اللي وقفوا معه ضدي. وبإذن الله بعد ما انتصر بهالمعركة برجع على أماسيا، وبعد ما الحق يرجع لمجراه الصحيح كلام مولانا رح يكون أوامر، وما رح أيأس من عفوه أبدا. للأسف سمو الأمير بيازيد ما قبل ينفذ قراركم يا مولاي، والكلام يلي قاله بحق الأمير سليم صعب أني أعيده، يعني ما ترك أي مجال للتفاهم. مولاتي بعرف انك متضايقه ومقهوره كتير، بس اذا بتحاولي تهدي صدقيني بيكون احسن. سلطانه فرحات اغا، خبر مولانا اني بدي اشوفه. سلطانه واضح انك عرفتي باللي صار. انت كيف لسه لك عين تحكي معي؟ الامير بيزيد خسر بسبب خيانتك لإله. انا ما خنت حدا يا سلطانة مريم، كل شي عملته اني نفذت اوامر مولانا وبس، وما كان بدي يصير يلي صار، وربي يشهد على كلامي. انا عملت كل شي لمصلحة الامير بيزيد. مليت من اكاذيبك يا رستم، منصبك كوزير اعظم كان خنجر غرسته بظهره لاخي. أنا بعرف شو عم تساوي. ما تنسي يا سلطانة أنه صلاحياتي إلى حدود كمان، ورقبتي أرق من الشعرة قدام إرادة مولانا السلطان. طول الوقت كنت حابة أخلص منك يا رستم، وكنت طول بالي، بس هلأ ما عاد فيني أتحملك أكتر. عطول كان في حدا يهددني، كانوا يمنعوني، بس هلأ ما في غير أنا وياك، ورح أتخلص منك بأول فرصة. رح طلقك يا رستم. سلطانة مولانا عم يستناكم. ادخل. مولاي شوفي يا مريم، سمعت باللي صار. بابا كيف بتأمر بقتل أخي بيزيد؟
انت جربت قبل طعمة خسارة الولد؟ لو كانت امي عايشة ما كانت سمحت بهالشي. انت عارفانة شو عم بتقولي يا مريم؟ كيف بتدافع عن اخوكي اللي تجرأ وتمرد علي؟ بعتذر مولاي، سامحني اذا تجاوزت حدودي، بس الفترة الاخيرة كانت تقيلة وصعبة. إذا تجاوزت حدودي فهالشي بيكون من كتر حزني وألمي يا مولاي. مولاي، طلبي الوحيد إنه تسامح أخي بيزيد. إذا ما في شي تاني امشي. في، أنا بدي طلق رستم. وبيزيد هو السبب؟ إذا أنت حاقدي على رستم مشان بيزيد فغلطك كبير. أكبر عدو لأخوك هو أنانيته، خالف أوامري وتمرد وما رد على حدا. بكل وقاحة جمع الأهالي وعمل عصيان. هالعصيان ما كان ضدكم يا مولاي، كان ضد الأمير سليم. بس أي حدا بيتعدى على سليم رح أقتله لو مين ما كان. وأخوك بيزيد تحول لقاطع طريق ونسي حاله مين بيكون، ويلي بيغلط بده يتحمل النتيجة وبده يدفع الثمن. بابا، أما بخصوص جوزك يا مريم فهو وزيري الأعظم وبينفذ أوامري أنا. بعدين ما تنسي، ما بيقدر يحرك ساكن إذا أنا ما أمرته، وما بقبل تطلقي مشان واحد عاق مثل أخوكي. يلا اطلعي لبرا. جلالة السلطان المعظم، الحياة تدفع الإنسان أحياناً إلى أماكن لا يتوقعها، ومن المؤلم حقاً أنه ودون رغبة مني أجبرت على قتال أقرب الناس إلي، أخي الذي هو من لحمي ودمي. الوقوف في وجه هذه الحرب الظالمة كان كاعتراض نهر جارف ومتدفق. لقد حرص الأمير سليم على إغلاق كل الدروب المؤدية للصلح، ومع ذلك وقفت أنت إلى جانبه وأرسلت كامل الدعم له، وظلمت من كان يطمع بعدلك. وإذا لم أمت في معركة قونيا فذلك لأن الله قد حماني واستجاب لدعوات المرحومة والدتي السلطانة هيام. مولاي المعظم وأبي الغالي، اعلم أنني لم أتمرد عليك يوما ولا أنوي ذلك، فاحترامي وإخلاصي وولائي لشخصكم سيظل أبدياً. أرجو أن لا تشك للحظة بذلك. أنا حربي مع الأمير سليم فقط، الذي طعنني غدراً ولمرات عديدة. كل الاحترام الأمير بايزيد. We'll be right back.
حالك وجهز الجيش للمعركة الأخيرة يا محمد باشا، والأمير سليم رح يكون ناطرك لحتى تحاصروا الأمير بيازيد وتجيبوا لي إياه، وكل القادة اللي حول أماسيا رح يكونوا معكم. السمع والطاعة لجلالة السلطان سليمان. انت بعت خبر لكل الولاة تبع المدن الحدودية خليهن ينتبهوا، ما بدي بيازيد يطلع برات الحدود تبعي ولا متر، وما بدي مخلوق يساعده، واللي بيفكر بهالشي رح أقطع راسه بإيدي. وبتبعت خبر لحاكم القرم كمان، نبه عليه ما يستقبله عنده. بأمركن يا مولاي. بيازيد صار لازم يدفع ثمن الخيانة تبعه، ما رح يهرب مني هالمرة، ميت أو عايش بدي اياكم تجيبوه. القدر أحياناً بيكون قاسي كتير يا فرحات آغا، حاس الموت صار ضيف دايم تحت قبة هالقصر. مولاي؟ مولاي؟ اتركوني! اسمح لي مولاي. فرحات آغا روح جيب رئيس الحكمة. مولاي ليش ما قلت انك مريض ووضعك سيء لهالدرجة؟ ابن الامير بيازيد بيلتجئ لعدوي اللدود الشاه طهماز، معقول هالحكي؟ معك حق يا مولاي، شي ما بيتصدق. طهماز استقبل الأمير بيازيد بكل ود واحترام ومحبة، رشوله الذهب لما دخل، وسمعت إنه استضافه مع الأمراء الصغار بقصر خاص فيه، وبهالحالة بيكون طهماز عم يخطط لشي. غريب هالقدر، أخو لطهماز القاس ميرز التجأ لدولتنا قبل كم سنة، وهلأ صار الأمير بيازيد للأسف بين إيديه. طهماز ما رح يفوت هالفرصة. رستم باشا إله زمان جوا؟ أي صار له شوية مولاتي. ما بنصحك تدخلي لعنده هلأ لأنه مولانا كتير منفعل، وأي كلمة ممكن تخليه عصب أكتر. ما أنا سهلة عليه، ابنه التجأ لعند ألد أعدائه. الأمير بيزيد بالنسبة لمولانا هلأ واحد ميت. لا يا رستم، لا لا
لسه الأمل موجود. يا مريم لا تحلمي، إذا بدك تشوفي الحقيقة بعيونك فوتي وجربي. ادخل مولاتي. أعطيني البشارة يا سلطانة، هلأ وصل هالمكتوب من سمو الأمير بايزيد. حكيت مع المرسال وسألته عن الأمراء وأوضاعهم، وفهمت منه أنه سمو الأمير بايزيد بعت رسائل كتير لمولانا السلطان، بس مولانا للأسف ما بعت له ولا جواب، أو بيجوز الرسائل ما وصلت للسلطان. مشان هيك الأمير بايزيد وصل مرسال وقال له سلم هالرسالة باليد للسلطانة مريم. كنت عارفاني أنه بايزيد ما رح يسكت يا سنبول، ممكن هالرسالة تحل كل شيء وتحنن قلب مولانا. إن شاء الله. يا سلطان العالم وسلطان القلب يا أبي، يا سلطان الكون وسلطان الضمير والعدل يا أبي، أتفرط بابنك الذي لم يخنك يوما يا أبي؟ أنا مظلوم وبريء ولا أدعي بأنني نبي. يا ولدي البعيد الذي ما فتئ يعصي أباه، يا ولدي الضال الذي لأمري لم يعر انتباه، لست أبا يفرط بابنه إلا إذا عاداه. اطلب التوبة ولا تقل إني بريء يا أبتاه. كأن بي جنون يدفعني للبقاء على سفح الجبال، هجرني أهلي لقلة النخوة في رؤوس الرجال، أذرف الدمع سائلا قدري عن هذه الحال. لا تظلم يا سيد الكون، فمعصيتي لك أمر محال. من يضع اللوم على الغير ليس إلا رجلا شكاء، بعد أن يلفظ القوس سهمه لا ينفع البكاء. إن كنت مظلوما وأجبرك القدر على الفراق، اطلب التوبة ولا تقل إني بريء وظلمتني السماء. من منك أدرى بحالي أيها السلطان الكريم؟ أنسيت ابنا فقد إخوة وأما كحال اليتيم؟ لقد جافاه الحظ ليتهم بعصيان الأب الحكيم. لا تظلم يا سيدي فأنا بريء ويشهد ربي العظيم. لا تقل حظي وإنما يداي وما جنت من ثمن عديم، ولا تقل لهما أف، فمن يقل هو الابن اليتيم. وما في القلوب لا يدري به سوى الرب العليم. لا تقل أنا بريء واطلب التوبة فأبوك رجل رحيم. إن كان صوتي يعجز عن العلو في حضرتك، فكيف ليدي أن تحمل سيفاً من وراء ظهرك؟ اغفر ذنب بايزيد فهو يطلب رحمتك. أنا بريء أزيدها قولاً على رجواي تبلغ مسامعك. أحتاج لصوتك أن يدنو من مسامعي. سيفك ما رأيت، لكني أيقنت أنه ليس معي. أغفر لك إن عدت إلى طريق الطاعة والوعي. لا تقل إني بريء، اطلب التوبة فيجف مدمعي.